الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية تعليم القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية صناعي تجاري فندقي للعام الدراسي 2020-2021. كما تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الصناعية الفنية المتقدمة بنظام الخمس سنوات واللي بتقبل الطلبة من المحافظات أيضا، ولكن بزيادة 5 درجات على الحد الأدنى للقبول لطلبة القاهرة، وهي جلال فهمي الفنية المتقدمة الحد الأدنى 260 درجة للبنين، دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة الحد الأدنى 255 درجة للبنين، الحديد والصلب الفنية المتقدمة الحد الأدنى 245 درجة للبنين، النقل للنهر الفنية المتقدمة الحد الأدنى 240 درجة للبنين. القاهرة النسيجية، القاهرة النسيجية الفنية المتقدمة الحد الأدنى 250 للبنات، الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة الحد الأدنى 230 درجة وتقبل بنين وبنات، 15 مايل الفنية المتقدمة الحد الأدنى 250 وتقبل بنين وبنات. وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية أنه سيتم النزول بالمجموع تدريجيا وفقا للأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفني بعد المرحلة الأولى للقبول ووفق الفراغات المتاحة، وبتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح المستمر. وفي النهاية ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.